بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقلنا إن ومن دخله كان آمنا، وإن كانت قضيتها قضية خبرية يفهم منها أنها قضية كونية، فيجب أن نفهم منها أنها قضية شرعية. فمن حاول أن يصدق ربه فليؤمن من دخله، وما دامت قضية شرعية تبقى تكلفية، عرضة أن تضاع وعرضة أن تعصى. فلو حدثت فيه إهاجات في أي زمن من الأزمنة فلا نقول أن الأحداث الكونية خالفت النص القرآني. وقلنا إن ومن دخله كان آمنا، أي من دخله فأمنوا. إذن فلا بد من أن يكون مأمور وناس مأمورين بأن يؤمنوا من دخله. ومن دخله كان آمنا، أي ومن دخل البيت فأمنوه. من المخاطب بأمنوه؟ لا بد أن تكون جماعة يلحظ فيها أن تكون لها القوة أن تؤمن من دخله. يبقى مش كل واحد، مش حكم فردي، لا، لا بد أن يكون للأمر من دخله كان آمنا ما دامت تقول من دخله فأمنوه. يبقى من الذي يؤمن؟ هي الهيئة التي يكون لها من القوة ما تستطيع بهذه القوة أن تقضي على كل مشاغب يريد أن يعكر أمن هذا المكان. تبقى مش قضية فردية لي ولك أنت، لا، ده قضية لازم يكون في ناس مخاطبين. إذن فهذا يتطلب أن يكون لأمر الكعبة أناس يقفون موقف المراقب. كل من يخل بأمن هذه البلاد يبقى لازم نأمنه ونقفه في طريقه. يبقى الذين يحاولون أن يجعلوا التأمين فرديا نقول له هذا في الحكم الفردي للفرد، لكن الحكم الجماعي لازم يكون له ردع جماعي. هذا الردع الجماعي أن تكون المسألة في يد قوة تستطيع بما أوتيت من إعدادات أنها تقف أمام كل من يعكر أمن هذه البلاد. الذي يحدث الآن من أناس يريدون أن يروجوا لمذهبهم، أو أن يشيعوا فوضى، أو أن يشيعوا فتنة، أو أن يؤسموا موجودا وأن يرفعوا نفوسهم فوق مستويات التأسيم، نقول لهم لا بد أن يضرب على أيديكم حتى يأمن من في الحرم. الحق سبحانه وتعالى حرم القتال في الحرم، وحرم القتال أيضا في أزمان معدودة، لأن كل حدث من الأحداث لازم له حاجتين اتنين: زمان ومكان. كل حدث أي كل فعل من الأفعال لا بد له من زمان ولا بد له من مكان. يعني أنا هاكل الساعة كام؟ أدي الزمان. فأنا مكان؟ أدي المكان. يبقى كل حدث يتطلب عنصرين: عنصر الزمان وعنصر المكان. الحق سبحانه وتعالى إنما أراد بمنهجه الإسلامي الإيماني أن يشيع حياة الأمن في الناس والاطمئنان، الحركة الهادئة المتعاندة المتعاضدة لا المتعاندة. لا بد أن يوجد فيها سلام، لكن أغيار النفس البشرية قد تدعو إلى الخلاف. برضو الله احترم هذه الأغيار وقال قد يؤدي الخلاف إلى أن يوجد تشاحن بين أناس وأناس، ما منعناش التشاحن، لكن المنهج الإيماني قال لك إذا تشاحن اثنين يبقى لابد أن توجد طائفة ثالثة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعمل ايه بينهم؟ نشوف بقى، نفصل احنا بينهم، نشوف كده اللي باغية نردها عن ايه؟ عن بغيها.
يبقى إذن عندي طائفتين الله احترم أسباب الخلاف بينهم ولم يخرجهم بالخلاف عن كونهم مؤمنين، لأن أغيار البشر كده. وإن طائفتان من المؤمنين إيه اقتتلوا فإيه فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قد يستسر الشر والطائفة الثالثة قد لا توجد، تقوم تتدخل السماء تقول الفعل الحرب فعل بين خصمين، نمنع الظرفين بتوع الظرف الزماني والظرف المكاني، فيأتي الله لزمن فيحرم فيه القتال ويأتي الله لمكان فيحرم فيه القتال. فإذا حرم القتال في زمن يبقى القتال في أي مكان محرم، وإذا حرمه في مكان يبقى القتال في أي زمان محرم. ما دام كل فعل عايز زمان وعايز مكان، يبقى حرم الله القتال في مكان كالحرم مثلا، نقول له هذا التحريم ينصب على أي زمن من الأزمنة. يبقى إذن المكان خد مين؟ خد الزمان وياه. طب وإذا حرمه في زمان زي الأشهر الحرم، أم قال لك في أي مكان؟ إن شاء الله يكون في أمريكا وبين مسلمين، نقول له لا ما فيش قتال. الله، يبقى إذن مرة الزمان يشد المكان ومرة المكان يشد الزمان. ليه؟ قال لك لأن القوة الثالثة قد لا توجد، ويوجد تعال وعناد بين المتخاصمين. فإذا وجد عناد بين المتخاصمين كل واحد تأخذه العزة بالاسم أن يتطامن للآخر، فيشاء الله أن يتدخل يقول يا ناس المكان ده ما فيش فيه قتال. فإذا جه القتال في المكان ده نقول آه ده ربنا منع القتال، يبقى وجدنا إيه؟ دروة من تشريع الله نداري فيها كرامتنا عشان ما تهونش أمام بعض. تقول لا ما كانش ربنا قال أنا كنت موته، إنما أصل ربنا قال ما فيش قتال هنا، أو ما كانش الشهر ده جه كنت عملت فيه اللي ما ينعمل، أما إيه قال ربنا لا ما تقتلش هنا سكت. طيب وبعدين؟ قال لك وبعد ذلك قد يحلو لهم أمن السلام، قد يحلو لهم اطمئنان الهدوء، فتبقى ربنا استل منهم الغضب بس بكرامة الاثنين، ما فيش واحدة أهينت قدام التانية ولا تخزلت ولا ضعفت ولا اتذللت. ده ربنا هو اللي قال ممنوع القتال في الحتة دي، ممنوع القتال في الزمن ده. وبعد ذلك الناس تذوق لذة السلام ولذة الأمن. يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل فض النزاع من طريقتين، إما من طريق المكلفين وإن طائفتان من المؤمنين فقاتلوا التي إلى آخره، تيجي طائفة ثالثة، إن لم توجد الطائفة الثالثة تدخل الله في الزمان مرة وتدخل في المكان إيه؟ في المكان مرة. لكن أتتخذ هذه ذريعة في إن مثلا يجي واحد يقتلني في الشهر الحرام وبعدين أقول ده ربنا قال ما تقتلوش، لا إنقائلا قتله بقى ما دام عمل كده قتله عشان ما يستغلش طاعتك ويتمادى هو في المعصية. تقوم انت تقول تقتله فيه، طب يقتلنا عند المسجد الحرام، انا اجي اقول ايه ده المسجد الحرام ما قتلش فيه، لا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم كان المنطق كده يقتضي ما دام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، كان المنطق فان قاتلوكم فقاتلوهم. القران ما قالش كده، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. الله، إيه العدول عن قاتلوهم إلى فاقتلوهم؟ قال لك لا، ده مجرد التفكير في أن ينشأ قتال من طرف في الحرم وإهاجة، ما تقولش أنا هقاتله بقى، لأنك إذا قاتلت للمقاتلة أحكام، هذه الأحكام إن جنح للسلب اجنح له، نقول له لا ده إذا في المكان ده هو لما يقتلني مش أقتله، لا ده أنا أقتله، يبقى مجرد إنه عايز يقاتل أنا أقتله مش أقتله. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين لا ولا، فإن قاتلوكم فقاتلوهم، نقول الذي يتحكم في الأمر
نظام المقاتلة، ونظام المقاتلة محكوم في الإسلام بإيه؟ إن جنحوا للسلم فاجنح له. فإذا قاتل جماعة في الحرم وقتلونا في الحرم نقوم نقاتلهم، قال لك لا، ده مجرد عمايلهم في الحرم، ده من يرد فيه بإلحاد بظلم نزق من عذاب أليم. إياك أن تأخذ قانون المقاتلة، ولكن خذ هنا قانون الإيه؟ قانون القتل، لأن المسألة مش مقاتلة، المقاتلة دي تبقى برة، إنما هنا في الحرم لا، بمجرد ما يقاتلوكم أنتم أوعوا تقولوا إن إحنا هنقاتلهم بحيث إن جنحوا للسلم نجنح، لا، نقولوا لا، ما فيش جنوح للسلم، مجرد المقاتلة يبقى لازم إيه؟ يبقى لازم فاقتلوهم. وعلى هذا الأساس يجب أن يظل لقضية التشريع في قول الله ومن دخله كان آمنا لا بد من حراس. هؤلاء الحراس يبقوا مسؤولين، ومسؤولين وكلهم من القوة، ما يستطيعون به أن يجبوا أي عبث أو أي استهتار أو أي خروج عن من إيه؟ والذي يتعرض له الأمر اليوم كما نعرف جميعا في الأعوام الماضية وكما يخافون أن يحدث في العام الماضي، يجب أن يكون من كل مؤمن ما يعين الأمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى قائمة على أمر صيانة هذا البيت وخدمته، من أن يعاونوهم على هذه المهمة في أن يمنعوا أي شغب. وكل مؤمن يكون هناك لابد أن يعاون الأمة التي كلفها الله أن تحافظ على أمن هذه الأمكنة من أن يعينهم بما أوتي من إيه؟ بما أوتي من قوة. حين ننتقل إلى موضوع آخر نجد أن الحق سبحانه وتعالى قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، برضو جايب الأمن هنا، ومثابة للناس أي يسوبون إليه، يسوبون إليه يعني إيه؟ يرجعون إلى الله. وما دام يرجعون إلى الله هيقعد بقى عايش في مناسك الله، عايش في تشريعات الله فترة من الزمن لحد نفسه ما تألف الطاعة. وإذا ما ألفت نفسه الطاعة، ولذلك حتى احنا عندنا في البلاد بتاعتنا لما يجي واحد يعمل أي عمل ولا يكونش حاج سهلة، إنما لما يجي واحد يعمل عمل والحاج يقول له يا حاج عيب، الله، يبقى معناها أنك أنت إيه؟ إنك أنت إنجاز لغيرك أن يصنع هذا، فما يصح لك وقد توجت أركانك بالإتمام والسلام وذهبت إلى هناك إنك أنت تيجي تعمل الإيه؟ العملية. جعلنا البيت مثابة للناس وإيه؟ وأمن. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يعطينا في شهود هذه المناسك أشياء تعطي قضايا للكون، مش قضايا بس للنسك، قضايا للنسك إنما تكون للكون. فنيجي مثلا بعد ما بنأدي الطواف بنسعى، نسعى السعي بين شيئين، يقول لك سعى فلان بين فلان وفلان، سعيت بين فلان وفلان بالخير، سعى فلان بين فلان بالشر. هناك المكانين إن شاء الله، الذي رأى، الذي ذهب إلى هناك أو رآها، والذي لم يذهب نسأل الله أن يعاينها على الواقع. حتة السعي صفا ومروة جبلين أو ربوتين أو مكانين مرتفعين، يقوم النسك الآن أننا بعد أن نطوف نسعى، نسعى بين الصفا وبين المروة سبعة أشواط، زي سبعة أشواط الإيه؟ الطواف. سبحانه وتعالى يريد بإحياء هذا النسك أن يستبقي قضية إيمانية. هذه القضية الإيمانية هو أن الله خلق الخلق، وقبل أن يخلق الإنسان خلق له الوجود اللي يحط به، وأمد هذا الوجود بكل مقومات الحياة، وترك في الكون أسبابا، من تناول هذه الأسباب أخذ مسبباتها، سواء كان طائعا أو عاصيا أو مؤمنا أو كافرا. فإن الكافر الذي يأخذ أسباب الحياة ويتقنها، يعني عنده أرض يحرسها كويس ويجيب البذر الكويس ويروي في المواعيد ويرعاها وتديله، دي اسمها إيه؟
عالم الأسباب، وعالم الأسباب هو ما مد الله به يده إلى المخلوق، فإن أخذ بها وصل إلى المسببات. فوق الأسباب أشياء، هذه الأشياء من المسبب مباشرة بدون إيه؟ بدون أسباب. زي ما يجي مثلا يقولك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني مش محسوب عنده، إنما هو مد لك أسباب تجيب لك برضو رزق. فإن أنت أحسنت الأسباب تاخد على قد ما أسبابك، ما أحسنتهاش ما تاخدش. لكن إياك أن تفهم أن الأسباب هي المتحكمة في الكون، لأن فوق الأسباب مسببا، هذا المسبب يلفتك إليه دائما في أن الأسباب تعمله ولا تؤديش نتيجة. يوم يقولك علشان تفهم أن الأسباب مش فاعلة بذاتها، عشان ما تغرش في الأسباب، بل أنت عليك أن تصنع الأسباب، ثم لك قلب يتوكل على المسبب. واحد يزرع الزرعة ويغتر بها من الأرض خصبة، والتقاوي جايبها من أرقى تقاوي، ورعاية الماء والري والرش كله، فيفتن في إتقانه للأسباب. ثم تأتي للزرعة آفة من الآفات فتقضي عليها، يمر عليها إعصار كده يروح شايلها. الله ليه؟ قال لك لأن الله يريد أن نشتغل بالأسباب بجوارحنا، ولكن نتكل على المسبب بقلوبنا. يبقى الأسباب فعل الجوارح، إيدك بتشتغل، رجلك بتسعى، لكن النتيجة مش بتاعة الأسباب، النتيجة بتاعة المسبب. لأن الله يستطيع أن إيه؟ فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ما قالوش إن شاء الله ولا أي حاجة، ربنا ده مش في بالهم، بل في بالهم إن البستان جاب الثمر والبستان بقى هنقطفه الصبح ولا يستثنون. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ إيه؟ لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على عظمهم، راحوا ما لقوش حاجة خالص كده. الله. إذن ففيه فرق بين عطاء الله بالأسباب وبين عطائه بذاته وهو المسبب. ومرار سمعنا إن دولة كذا عندها غلة هتأكل بها الدنيا، وبعدين على ما جت تنضج كده جت لها شوية مش عارف إيه وضيعتي وأكلت ورزقت من غيرها، يبقى دي بالمسبب بقى مش بالأسباب. الله بقى في الحج أراد أن يجعلها عظة عامة لكل خلق الله، عظة مشهودة، عظة مكررة، فنبههم إلى قضية هاجر وابنها. حينما جاء إبراهيم بهما في هذا المكان، المكان الذي بواد غير ذي زرع، ومدام بواد غير ذي زرع يبقى ما فيش فيه ماء، لأن مدام يبقى فيه ماء كان يبقى فيه إيه؟ كان يبقى فيه زرع، ما فيش. طيب إنسان يترك امرأته وابنه الرضيع في مكان ليس فيه المقوم الأساسي من المية، مسألة مش طبيعية. لكن الله أراد أن يلفتنا بإبراهيم وبامرأة إبراهيم مع ابن إبراهيم إلى قضية كونية. هذه القضية الكونية لابد أن يتأصل الإيمان فيها في النفس. فلما يجيب المرأة ويجيب ابنها الرضيع ويسيبهم في مكان ما فيش فيه مية، ده المقاوم الأول، شوية الهوى بس، هو الهوى اللي فيه. تقوم التاريخ يحدثنا أنها قالت له هذا المنزل، الله أنزلك هذا المنزل، لأنها مش متصورة إن إبراهيم يسيبها هي ووالدها في هذا المكان. فعرف إن إبراهيم لا يصدر عن هوى ولا يصدر إلا عن حكم من الله، فقالت له ربنا اللي أنزلك هذا المنزل ولا ذا أنت اللي جايبنا؟ قال لها الله الذي أنزلني.
فردت نفسها إلى قضية إيمانية، وهي قالت ما دام ربنا اللي قال إذن لا يسلمنا ولا يضيعنا، تبقى هذه هي القضية الإيمانية الأولى اللي يجب أن يؤوب الحاج فيها من هذا المكان، وهي في ذاته ما دام استنفذت أسبابك يبقى الله المسبب هو اللي، ما دام الله اللي أنزلني في هذا المكان يبقى ما يضيعنيش. وقد صدق ما حدث وصدق الله فيما قال. طبعا إما ابنها يعطش وتعوز تسقيه ماذا تصنع؟ لازم تلتفت تشوف مثلا عين مية، تشوف شجرة تروح لا تروح، تشوف ناس معهم مية، فكان ولا بد أن تخرج من الوادي إلى ربوة عالية. الربوة العالية دي خلاها تكشف، فراحت على الربوة الصفا بصت ما لقتش لا شجرة ولا رأت حد ولا رأت طير ماشي عشان تهتدي مثلا بطريقه إلى الماء، رجعت قالت اذهب إلى الربوة، اذهبي إلى الربوة الأخرى، فراحت إلى المروة ما لقتش، قالت نرجع تاني لعل نلاقي ركب ماشي، رجعت قعدت تتكرر كده سبعة أشواط بين الصفا وبين المروة لطلب الماء فلم تجد شيئا. فلما لم تجد شيئا استنفذت أسبابها، امرأة وتمشي الأشواط السبعة دي عندها غاية ما يمكن أن يكون لها من قوة، تبقى عملت على آخر ما عندها، وبعد ذلك ذهبت إلى والدها اللي هو ما جابتش حاجة، فوالدها اللي هي عايزة تجيب له المية برجله بيعمل كده فطلعت المية. الله بقى أنت يا صاحبة الأسباب سعيتي ورحتي وجيتي ورحتي ورحتي ما فيش ما حصلش حاجة، والوليد اللي ما فيش له حولة ولا قوة بيعمل برجله كده زي ما بيلعب العيل كده يخبط يوم يطلع تطلع المية. يبقى إذن قولها إذن لا يضيعنا ولا يسلمنا، لو أنها وجدت الماء عند الصفا أو وجدت الماء في إطلالتها من المروة القضية ما تكملش، لا تعمل العملية دي في الأسباب ما تجيبش، وبعدين تجيب لها من الوليد الصغير يضرب برجله كده تحت رجله وتطلع المية. إذن قولها الله لا يضيعنا ولا يسلمنا صدقت. يبقى إذن هذا المشهد بنكرره إحنا، طب إحنا بنكرره ليه؟ ما المسألة انتهت. لا، ده نكرره استشعارا بما يجب أن يكون عليه المؤمن إيمانا بالله خلق الأسباب، فإن استنفذت الأسباب وما أشاش تبقى ما تيأسي لأن المسبب موجود. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض القضيتين عرض، ولو أن التجربة مع الله شك يقول لك اعرضها كده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولما تقول مضطر يبقى الذي استنفذ كل أسبابه ملوش إلا المسبب بقى، يا رب أنت الأسباب اللي أنت أعطتها لي أنا عملتها كلها ولا جات شيء، يبقى أنت اللي باقي. يبقى إذن هذا هو الرصيد الذي يأوي إليه المؤمن حينما تعز عليه الأسباب، وده اللي بيخلي المؤمن يصبر لأنه آوي إلى ركن رشيد من الحق سبحانه وتعالى. ليه الكافر لما الأسباب بتاعته بتضيق ما يجيش يبد من أنه ينتحر؟ بينتحر ليه مع أن الحياة غالية قوي؟ هو أنت ليك إلا الحياة الدنيا دي؟ ده الكافر مش مؤمن بآخرة، يبقى الكافر ليس له إلا هذه الحياة، فإيه اللي بيهول عليه أنه يترك الحياة؟ ما فيش غيرها عنده. يقول لك أيوة، يبقى لابد أن تكون هناك أشياء فوق أسبابه. أدي فرق المؤمن من الكافر، الكافر حين تضيق به أسبابه ييأس، لكن المؤمن لا ييأس من روحه، يقول الأسباب ما جاتش إنما المسبب إيه؟ المسبب موجود. فإذا ملحظية هذا السعي كل واحد بيروح يكمل بقى دينه بالركن الأخير وهو الحج لازم يرجع بالقضية دي وهو بيعملها إحياء لنسك هاجر، مش بس إحياء لنسك هاجر، ده تربيب لقضية الأسباب والمسببات والمسبب في نفسه حتى يستقبل المؤمن كل أحداث الحياة برجولة، بهمة، بشهامة، بعدم ضيق، بعدم يأس. يقول الأسباب صحيح ما جاتش إلا المسبب. وأيضا فالحق سبحانه وتعالى يريد
أن لا يكلنا إلى تواكل. تواكل ما هو واحد يقول لك ما دام هو ربنا اللي بيعمل، يقول له لا، لا تترك يد الله ممدودة لك بالأسباب وتقول له يا رب. الأول استنفذ الأسباب، فإذا استنفذت الأسباب تبقى تروح للمسبب تقول له يا رب، إنما تقول يا رب كده وانت ما بتعملش أسباب. ولذلك المتواكلون هم الذين يصنعون ذلك. يقول لك هلا المسبب، نقول له لا الأسباب. يبقى إذن قضية الإيمان في ذاتها أن الإنسان في هذا الوجود بين أمرين، بين أسباب لا بد أن يأخذ بها وبين مسبب يجب أن لا ييأس منه أبدا. فالجوارح تعمل ولكن القلوب تتوكل، تلك أيضا قضية. فإذا ما تجاوزنا ذلك ورحنا بقى للركن الثاني، وهو إننا عايزين نروح بقى لعرفة، نقوم نجد الحق سبحانه وتعالى يريد أن يتعالم الناس جميعا أقدارهم مع بعض، كل فوج من الأفواج حتى من البلد الواحد. إذا ما ذاب صحيح احنا طالعين في فوج واحد ولبسين إحرام وأقدرنا انتهت وزيتنا انتهت وهيئتنا انتهت وكلنا بشكل واحد وكل، إنما بعد أن نؤدي ونطوف بنخلع ملابسنا وكل واحد يعود إلى هيئته وإلى بزته. يبقى إذن بعد ما كنا متحدين ابتدأنا نختلف، وبعدين ده قعد في فندق ده 5 نجوم وده قعد في فندق 4 نجوم وده قعد في فندق 3 نجوم وده قعد لابس الجلابية اللي مش عارف اللي ايه، وده برضو ابتدأت اقدارنا تاني تبتدي تظهر. يقول لك لا، لا بد من مشهد عام. هذا المشهد العام الكل يشوف نفسه فيها، كل الناس، فتأتي في البلد الواحد كل الافواج لابسين اللبس الواحد وطلعنا على عرفه، ومش البلد الواحد والبلاد الاخرى ايضا برضو بلبس واحد. دي اسمها مشهديه الاستطراق العام. ولذلك يقول لك الحج عرفه. ليه؟ قال لك لان الاستطراق كان في الاول قد يكون جزئيا، انما هنا استطراق كلي، زي ما نقول استطراق عالمي، بحيث انت لما تشوف الكل كده تقوم تجدهم بشكل ايه، بشكل واحد. طب هل عرف لانهم يتعارفون واننا كلنا بقينا يعني سواء في العبودية وسواء في كذا وسواء في كذا، او لاننا عرفنا اقدارنا وجئنا الى ساحة تركنا فيها كبرياء حياتنا وغرورنا باسبابها ورفعنا جميعا أمام بعضنا، لأن قد يوجد واحد عظيم في بلد وبيضرع إلى الله بينه وبين ربه كده ما حدش شايفه، وواحد بقى بيضرع إلى الله قدام الناس كله، وتجد العظيم في ريح اللي مش عظيم والاتنين بيعيطهم والاتنين رافعين إيديهم. يبقى إيه؟ شهد كل ذل كل. وما دام شهد كل ذل كل يبقى ما فيش واحد حيرفع راسه على التاني، لأنك أنت الأقل شفت الأكثر. لو أنت مثلا لك رئيس هنا عالي كده ومتغطرس ومش عارف إيه، وبعد ذلك رحت مرة حجيت وياه وشفته بقى وهو لابس إحرامه كده وهو عمال بيعيط لربنا وعمال بيضرع وعمال مش عارف إيه وبتاع وعجل دي، ألا ما يشفيش نفسك، ما تشفي نفسك بأنك أنت شفته في موقف ذلة في موقف خضوع؟ يبقى ده يشفي نفسك من تعاليه، وهو مش شافك وشاف انك شفته يبقى يستحي فيما بعد. ولذلك عادة يجي الحج المبرور، يبقى الانسان قبل ما يكون يبقى غيره قبل ما يكون، لان اللي شاهد لي خنوع وشاهد لي زلة وشاهد لي انكسار وشاهد لي ادب مش من السهل بقى انني اتعالى عليه. فاذا ما وقف الحجيج في عرفة استقبلهم الله سبحانه بالرحمة والمغفرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.